بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اكيد حضراتكم سمعتم عن لعبه فانتسي دوري انجليزي، او اكيد كده اعترضت على فيديو على يوتيوب بيشرح قوانين اللعبه وانك بتاخد 100 مليون باكج وبتشتري 15 لعيب وانك بتحط 11 جوه الملعب واربعه على الدكه وبتستنى اللعيب اللي تطلعك عشان خاطر تاخد نقط. لو ما سمعتش عن التجربه دي وانت متابع للدوري المصري، فعايز اقول لك تجربه بيراميدز هي حرفيا النسخه الواقعيه من تجربه فانتسي دوري انجليزي. ممدوح عيد وعمرو بسيوني كان معاهم 100 مليون، نزلوا السوق اشتروا رمضان صبحي واشتروا شريف اكرامي، وتقعد تسال طب يا جماعه هو ليه شريف اكرامي اساسا؟ بيراميدز اشتريته، يعني مفترض ان هم عندهم مهدي سليمان حارس جامد جدا، عندهم احمد الشناوي حارس ممتاز جدا، مفترض ان اي حارس ثالث هيكون معاهم عادي جدا، انما تروح تجيب شريف اكرامي وتخلي شريف اكرامي يركب اساسا على الاثنين، ازاي يا جماعه؟ تروح برضو تجيب احمد فتحي وانت عندك عمر جابر وانت عندك برضو رجب بكار، ومفترض ان فتحي كسر 35 سنه، طب يا جماعه جايبينه على اي اساس؟ وجايبين ليه وهتدوا المبالغ دي ليه؟ تروح كمان تجيب رمضان صبحي، تمام، صفقه ما فيش فيها اي مانع، زي انك تفكر ما تشتري سون او حتى تكابتن سون وتعمل فايس كابتن هاري كين، بتلاقي ان الفكره مظبوطه وشغاله معاك زي الفل. انما فكره كمان ان انت تنسى فكره ان يا جماعه انا محتاج مدرب هو اللي يمشي الفرقه، وانك يبقى عندك المدرب ده والله عباره عن اي قطعه بغيرها جوه الفريق، انك تروح والله ما لا كان بيفاوض مين مع بعد فايلر؟ رودولف ارابوينا، تمام اروح انا اجيب رودولف ده. طب سمعت عنه قبل كده؟ لا، ما احنا كان عندنا مدرب منتخب كرواتيا. طب يا جماعه انتوا في مرحله بناء فريق، محتاجين مدرب من اللي بيعرفوا يبنوا فريق، روحوا هات مدرب من النوعيه دي. لا، هو رودولف ده شغال ليه يا واق؟ الاهلي كان بيفاوض. حبيبي انت جاي تقلد الاهلي ولا جاي تنافس الاهلي؟ ما انت حط في دماغك فكره من الفكرتين، يا تقلد يا تنافس. يا تنافس وان انت عايز تاخد دوري تبقى ند بند للاهلي، يا تقلد الاهلي بكل حاجه بيعملها. الاهلي عنده لعيبه كويسه اروح افاوضها، الاهلي بيروح يفاوض مدرب اروح افاوضه، كده عمرك في حياتك ما هتنافس. انما لو انت فكرت ان انا محتاج ان انا اجيب مدرب على حسب الفريق اللي عندي، انا بحاول ان انا ابني فريق السنين دي علشان انافس. انما انت لو عايز تنافس قبل البناء، فمرحله ان انت وصلت للمرحله الثانيه قبل المرحله الاولى دي مصيبه، وعمرك في حياتك ما هتلاقي ان انت ماشي على الخريطه الصحيحه، هتلاقي ان انت عمال تلوش والبوصله عماله تروح منك شمال ويمين وانت مش فاهم ايه اللي بيحصل معاك. ده بالظبط اللي بيحصل مع بيراميدز. بعد كل تحدي بتسال نفسك، هل رودولفو ارابوينا هو مدرب مناسب للفريق والكتله الحاليه والمجموعه اللي فيها لعيبه نادي بيراميدز؟ ما اعتقدش. طب هل يا جماعه في بيتم فرض لعيبه عليه جوه الملعب سواء مهما كان مستواها لمجرد انك شاريها بفلوس كتير؟ طب انت اساسا رحت شاريتها بفلوس كتير ليه طالما انت بتلعبها وهم اسوء من اللي عندك؟ ده سؤال برضو محتاج تفهمه. بس انا زي ما قلت لك، هي الفكره كلها لعبه فانتسي، هنا لعبه بيراميدز، وعمر اللعبه ما هتبقى جديه، وعمر الفرقه ما هتكون منافسه. ماشي معاك رمضان، معاك فتحي، معاك عبد الله، معاك شريف، بس كل دول كسرين 30 ما فيهمش غير رمضان يا حبيبي. يعني انت بتهرج معايا، جبت اسلام عيسى حطيته في الفريزر شويه، محمد فاروق السنه دي في الفريزر ما طلعش من الفريزر، اريك تراوري بطلعه واجمده شويه وانزله جوه الملعب، محمود حماده لعيب كويس، ودونج برده لعيب كويس، عندكم مفترض ان هيكل كويس، بس نسينا بقى نجيب المدرب. طب عمرك في حياتك ما تعمل حاجه؟ الناس كلها بدات تمسك كل مباراه رمضان صبحي، الطموح مش طموح يا جماعه، طبيعي ان اللاعب هيقول الطموح، مش هيقول ان انا رايح بيراميدز عشان خاطر باخد فلوس كتير. بس الفكره كلها ان احنا عايشين في زمن غريب. يعني مثلا سيف زاهر فكره تعاقد رمضان صبحي للاهلي، الراجل قال كلمتين حلوين، قال لك في رجل اعمال محب للنادي الاهلي عايز يرجع رمضان صبحي. طب تمام يا عم سيف، انت كده بتقول ان الاهلي بيحاول يرجع رمضان وفي رجال اعمال بيحاول ان هم يتوسطوا؟ قال لك لا، ومجلس الاداره هو اللي رفض. الله، يعني انت قلت الخبر ورديت عليه، امال سبت للناس ايه يا عم سيف؟ لا انا عملت الترند، كملوا انتوا بقى مع نفسكم. طب يا عم تقولوا كده من الاول. طيب انا دلوقتي ممكن اطلع اقول لك في محب للنادي الاهلي عايز يشتري زلاتان ابراموفيتش بعد ما يكمل 40 سنه او حتى ياخد الدوري السنه دي مع الميلان، هتقول ان انت كذاب؟ قول لسيف زاهر ان هو كذاب. انما هتلاقي ناس ثانيه طلعت تقول لك الرد على فكره عوده رمضان صبحي، عوده رمضان صبحي يا جماعه الفكره كلها كانت فكره وهم. سيف زاهر باع الوهم للناس ومع ذلك ما رضيش ان هو يسيبهم كده في الهواء. الراجل بسم الله ما شاء الله باع الوهم من هنا ورد عليه من هنا، قال لك والله مش عايزه. وطلع رمضان طبعا قال لك الكلام يضحك، لان احنا يا جماعه مفترض ان احنا محترفين وبناخد فلوسنا من هنا من بيراميدز، ولو كان كده ما كنا كنت رجعت لعبت في الاهلي. وطلع كابتن عم شبري قال لك دي محرمه انك ترجع رمضان انت او فتحي. يا جماعه ما تبطلهاش على الناس بقى، هي الفكره دي مطروحه اساسا؟ ده الولد لسه ما كملش 3 شهور مع الفرقه، ما تبطلها هري يا جماعه. هو انا عشان اعمل كده الناس هتقول ان انا اهلاوي؟ لا، ما هي في ناس تانيه هتقول ان ده بيستغفلني. انتوا بقى عايزين تستغفلوا ناس، وفي ناس عايزه تقدر ان هي تكون مغفله وتسمع كلام ما فيهوش اي واقعيه تماما، وتسمع كلام لا يمس الاحترافيه بطرف.
وبراحتك كمل. اما لو انت من الناس اللي عايز تسمع احلى كلام واحلى اسطوانات حلوه، ممكن تيجي عندنا هنا في القناه وتعمل لايك. اما لو عايز تشتم فجيب براحتك بقى يا اسطى. انا اهلاوي بتكلم على بيراميدز لان عايز بيراميدز يعمل فرقه حلوه علشان اشوف منافسه، علشان اثبت ان انا الاقوى، مش اثبت ان انا باخد الدوري بس عشان مفيش منافسين.